هاي جبرتوني دابا كنفتش على الموطع فهمتيني حتى العشرة عاد عندي الحق نسني الكواغر وداكشي ونخلص عليا ومسائل دابا جبرتيني كنشوف كلشي عامر صاحبي شوف شوف معايا كلشي عامر الحق الناس يكونوا ماشي بحالهم كاين الناس اللي مشاو بحالهم في الصباح وحق الناس حتى الواحد عاد خصهم يخرجوا من هنايا حنا والزهر ديالنا كاين تشوف شي ناس كيجمعوا رفينا ولا ما كانش تشوف شي مطعم زيون تحت شي شجره المهم فتشو ها شوف معايا رفينا الموطع ديال الرياضه صافي جبرت واحد الموطع ديك الناس الهولنديين كانوا في واحد الموطع وماشي يمشيو لواحد الموطع يا خو ما بيدو مشي رحلو فهمتيني باش يبقى لي موطع خاوي صافي ديت الخيمه ديالي تما شديتوا باش نريزيرفي زعما فهمتيني صافي دابا جبرتيني معني ما نعمل باش نمشي نعمل باقي لي الوقت باقي لي واحد الساعه عند مكانا يعني ساعه تقريبا عاد عندي الحق نمشي يعطيو لي شي المهم ديك الساعه داكشي الادمينستراسيون داكشي حتى ل 10 عاد كيبداو دابا 9 و 11 دقيقه ديك البسكليته راه هي ماشي نزولها المهم انا كنزول عليا ديت شي امور اللي هان على رجليا ولادي باقي ناعسين في الطوموبيل ما خصنيش نايضهم المهم صافي هادشي اللي ماشي نعمل المهم احنا خدامين يلا حتى من بعد نوريكم موطع مزيان واحد الموطع شجار وداكشي خمس ايام خمس ايام تما وعاد نمشي لواحد الموطع اخر اللي ماشي نبقى فيه ثلاث سيمانات ان شاء الله يا ربي موطع اخر حسان فيه الماء فيه كلشي اي باتوني مانتو بايك باي دخلت ديال الكامبين باقي لي واحد 40 دقيقه يعني كل واحد 35 دقيقه ما عندي ما نعمل الدراري ناعسين ما خصنيش نايضهم خليهم في الطوموبيل ناعسين باش نمشي نضرب شي دوره هنايا صافي راه فينا كاين حتى هما هاد الفيلات وهاد الاوتيلات ديالهم تابعين لهم صافي هادشي اللي كاين نمشيو نتمشاو شي حاجه هادشي الجو عرفتي كيفاش عامل خليت الشتا في هولندا والله العظيم عرفتي الجو كيفاش عامل غنبغي نهضر لكم على كورونا قال لك هنايا كورونا ما كورونا نوريكم بعد نوريكم تخلعوا والله بدا تخلعوا قال لك كورونا انا كنت حاسب المغرب اللي دحس وتشوفونا السياح شنو عاملين والله العظيم تيقتي راسي حتى اليوم في اللين صوار صباح الخير جبرتوني دابا ماشي نمشي ماركا دونا يوم النهار الثاني ديالي في العطله الاسبوع اللي هدرت قلت شي حاجه ما شبعش نعاس مهلوك باقي ما ارتحت بعد نعاودكم باش نمشي لمركادونا دائما كنمشي لمركادونا انا كتجبني مركادونا كاين ليدل هنايا قريب كاين كدا لا كنمشي بعيد شي حاجه على ياسر كتجبني مركادونا كاتولى الحب هذا فهمتيني صافي نمشي لمركادونا كنعمل واحد التسويقه ديال سيمانه جوج سيمانات واحد الحاجه فهمتيني هنايا معانا في اسبانيا ما كنتمشي الماء فهمتي الماء ديال الكريفو شنو كنشري كنشري بزاف ديال المطاعم كبارين تما خاصين على سوبر مارشي اخرين او صافي سوقو ماشي نمشي من بعد باش نمشي على الكزام المغربي تسوق من عندو عشر تسويقه ديال السيمانه صافي ونرجع بحالي ونعوض الدنيا وداكشي من بعد نكمل لكم شنو كاين شي مشاكل صغارين شي حاجه ولكن بعد نشرح لكم يا ماركا دونا نجيب الماء صافي تسوقنا التسويق هادي والله العظيم شوف حق شريت لي اللي كنحتاجو الماء بزاف فهمتيني والباستا ومسائل المهم التسويقه ديال الكامبين وصافي شوف عندنا الطوموبيل دابا هنا شحال كزا مغربي نصبكم من هنا باش تعرفو طويلة دي مونتيغري ها هو صافي شوف شي حاجة اللحم صافي تسوقنا عملت كلشي في الطوموبيل دابا جبرتي ماشي في الحومه مزيان شوف شوف بحال ماشي في ديك النواحي ديال طنجه في القصبه ومسائل مزيان الدنيا هنايا شوف ماشي نمشي نشري الكراتي ديال التليفون فهمتيني انا ولادي تما عندنا الواي فاي والواي فاي والو فهمتي عرفتي راه عندهم الاف ديال بنادم تما معورينها في داكشي ديال الواي فاي شنو قلنا حنايا قلنا ماشي نشري له واحد الهضره اللي كان قالها لي هذه واحد عماين قال لي شري كيف مشيت تما شري الكارطا وداك الشيء واحد المغربي دابا عاد قال لي داك الساعه 20 اورو كيعمل لك فيها 40 جيجا تبقى تدار بها حتى والله العظيم هادشي اللي خصنا صافي خليكم مع المغاربه الجميله هاتوا مزيان في هادشي هادي لا اسبانيا او ايطاليا حنا مع هاتي معاه ماشي في هولندا الله العظيم يلا السلام عليكم ها هو الحانوت هذا المغربي داخل مع شيكا ديالو كخدام هنايا المهم انا نمشي ندخل نوريكم
صافي ها هو مغربي شي واحد في الطويله دي مونتيغري اجينا هنايا الله عمره سال ولد باقي صغير سولته دابا عاد قال لي المحل ديالو قلت له اللهم بارك مزيان حممنا على جال مغربه صافي خدام على راسو هنايا قلت له عرفتي عطيني شي بوبليسيتي باش تما فهمتي الهولنديين تما بزاف نصحهم فهمتي عملوا ابونمون تما يجيو لنا احسن يديو من عنده الكراتي ومسكين جاو طبع عليه وجد لي مسائل صافي احنا ماشيين بحالنا شوف الطوموبيل شوف نمشي دابا لا باقي نمشي لواحد الحانوت دابا هو هذا وقيلة هذا واحد مسمي مرجان هذا واحد قزه مغربي شوف انا صدفه هذه عود هو مرجان مسمي وهذا قزه مغربي انا نوريكم من هنايا ها هو قزه مغربي هذا قزه مغربي تسوقت من عنده تسوقت من عنده فوياخ تسوقت من عنده عمل جوج ولد عام الاول كما شي يقول لكم جوج عام الاول ولد عام الاول وصافي دابا مشيت عند واحد اخر كيف باقي ساعه دابا ندخل هنايا نشوف واحد خصني واحد البومبيه ديال الضوء عرفتي شنو بالساعه دابا شوف غادي نقاومكم خمسة الصباح بقى معايا نقولكم على العيش الجبار توني ماشي نمشي ان نطلع لواحد الجبل الجبل هذا موجود في تابويلا دو مونتكري في مخيم انا في اسبانيا في الجهه ديال برشلونه المهم كيف نوقف انا ماشي نكمل لكم كما كتشوفوني باقي مناعس والو نموت في الاربعه ولا شي حاجه بعد نعاودكم قصه المهم كيف نوصلوا تما نكمل لكم القصه بسلامه انا وصلت راه هو الحبيب ديالنا راه هو هذاك تشوفوا ديك القصر قديم ودا ما كذبتش انا ماشي نقول لكم شنو كاين ديك الساعه نتاكد في الانترنت فتش شي حاجه ودا ما كذبتش كانوا بناوه هاد المدينه هاد الناس هاد المدينه هادي تابويلا دو مونتغري حيت كيدوز واحد الواد وما عملوها تما باش يدابزو مع واحد القبيله يا خرا شحال هادي واقيلا في 1300 شي حاجه بحال داكشي باش شوف انا الشيء ديال التصاريخ انا ما كيهمنيش ما كذبش عليكم عمري ما جبت معدل في التصاريخ عمري في الحياه ديالي والله العظيم عمري ما جبت ما كيعجبنيش التصاريخ بابا كيعجبني غير المستقبل والحاضر المهم هذا القصر هذا بناوه وما كملوهش بغاو يخوفوا ديك القبيله يا خرا قبيله اخرى هي بجهه اخرى علاش وما كامله خصو يديو لهم ديك الواد قضيه ديال الماء وقيله ديال باش ديال الزراع و شنو قاعد تقولها قضيه ديال بحال اللي واقع بمصر نسيت شنو قاعد تقولها المهم ديك على ديك الواد النيل فهمتي شي حاجه بحال هادشي صافي وهذاك دابا انا ماشي نطلع عالي 303 ديال المترو اللي شفتها في الانترنت ماشي نطلعوا ولا ماشي نشوفوا جبنا مكانه ماشي نشوفوا انا قريت شي حاجه في الانترنت قال لك الناس شنو قال لك؟ قال لك في 45 دقيقه انا كنظن نعملها في قال ان شاء الله يا ربي بديك الساعه نشوفوا حيت كتفلوكي وديك الشيء ما عرفتش شنو كاين اول مره ماشي نتمشى بالصباط الجديد ها هو عقلتوا عليه؟ ها هو سلمون اول انا دائما كنتمشى بالنايك ماشي نجرب هذا الطوموبيل نجرب هذا الصباط هذا ونشوف شنو كاين صافي نهز الساك ديالي راه فوق الطوموبيل ونطلعو من فوقي الساك هو توكل على الله نشوف هذه مزايره غلطت هنايا من بعد عاودكم شنو كاين صافي
شب ضوء الطريق ديالنا. كتبين هنايا منو عدو كيفاش باش نطلعو، قالو غير الطريق بهادي. تاكدوا الخان هذا ما جا هو تصبر ديالك يشوف فيا راه هو كيبان لكم شي باش منو كاين. ها هي بوي بيتا انا ما نعرفش منو فيها منوح ما تمشى على الطوموبيل سقسيوه باش سقسيوه. المهم هذيك اسبانيوليه وتشرح لي شنو كاين. ما عندناش الزهر والله العظيم ما عندناش الزهر. منعوا يطلعوا السياح وداك الشيء خوفانين من العافيه. انتم ما عارفين شنو وقع الايام في تركيا وفي اليونان فهمتي. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. كنا ناويين نطلعوا لواصاحبي فيها راه هو الحق عارف شنو ماشي نعمل. وجينا من هنا باش نطلع الدرون ونحاولوا نصابي الدرون ديالي وصل لي تما فهمتيني. غادي نطلعوا الدرون نصور لكم شي حاجه من هنايا وديك الساعه نشوفوا يا اخي ما نعرف نبدلوا فهمتي تهاول شي حاجه الحراره حيت اليوم مش طلع الحراره 32 غدا 34 شي حاجه بحال داك الشيء. الحق ماشي يجي واحد الوقت باش تهاول 29 ممكن بديك الساعه نقدروا نطلعوا له. الحق حنا جينا من هنايا باش نطلعوا يما الدرون ونوريكم الدنيا هذه ونصوركم شي حاجه هاد المدينه هذه صافي. شنو باش نعملوا معنا ما نعملوا دايما خصك تقول لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. المكتبه نطلعوا تشعل العافيه ونموتوا صاحبي الله يحفظك. اللقطات الجميلة ديال مدينة الطويلة دو مونتغريف كوستا برافا نساليو فلوغ ديالنا وان شاء الله يا ربي ما يجي شي فيديو سواعرين ديال البحورة وشي مغامرات وشي مشاكل وشي وما انا ماشي نشارك معاكم كل شيء راه كل شيء تصور كل شيء معدل وان شاء الله يا ربي حتى الفلوغ ما يجي واذا عجبكم عملوا لايك واذا اول مرة كتفرج فيها شارك معنا وان شاء الله حتى الفلوغ اللي ما يجي. السلام عليكم.